مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، كيف حالكم؟ طيبين؟ نعطيكم اللي نقدر عليه خلاصة خبرتنا خلال 25 سنة في مجال تدريب الكوادر الوطنية للدخول إلى مجال تصنيع العطور وتصميم العطور. نقول بسم الله. طبعا أنا اللي يهمني بالدرجة الأولى كيف أني أنا أعطيكم الدورة اللي لا يتعدى محتواها متر عندكم في البيت. الآن أنا ما بصنع لكم نوع واحد، الأغراض اللي قدامي هاي بصنع لكم نوعين. طبعا أدواتنا مكبس ألماني، نتكلم هنا في المثبت المسج المتسلق، وحطينا لكم الله يحفظكم الصندل، وحطينا لكم اللي هو البرقموت. وبنعطيكم الآن وظيفة كل منتج من هذه المنتجات. وهذه زجاجة عطر، وهذا بامب، وهذا بامب، وهذا كحول، وهذا المثبت الألماني، وهذا العطر مالنا. طبعا تولة يعني 12 جرام 3 ملي يعني ربع تولة. طبعا في البداية نحن ما بنحط الأغراض مباشرة في الزجاجة، بنحطها في هذه الزجاجة. هذه اسمها زجاجة الكونيكا. نقول بسم الله. هذا المثبت حطينا 3 ملي، هذا العطر 12 ملي. طبعا إذا حطيناهم مباشرة ما بيكون بينهم امتزاج. هذه الشعلة موجودة عندنا قيمة تظني 10 دراهم، يعني أدوات جدا بسيطة ورخيصة ما تبى شيء. هذا حطيناهم على بعض، نحطهم الله يحفظكم على النار بطريقة بسيطة جدا. الشعيرات في البداية يكون مثل الشعيرات كذا عليهم، خلال ثواني تنتهي. نحن ما نطبخ العطر، العطر إذا تعرض خلاص، شوفوا أقل من 10 ثواني. نرجع الله يحفظكم نصبه في الزجاجة عن طريق القمع الزجاجي. الآن الكحول الألماني خضة خفيفة، يعني هذه الزجاجة الآن نحن خلصناها. نقول بسم الله. هذا المكبس جاهزة، ألف مبروك. هذا عطرك صممته في بيتك خلال 5 ثواني. نية الحين الله يحفظكم لمعطر ومعقم الشعر أو الجسم أو الأيدي أو السيارة أو البيت. الآن إن شاء الله نحضر لكم اللي هو الطريقة. الطريقة نفس الطريقة، بنستخدم زجاجة الكونيكا، بنحط فيها تولة العطر أو 12 جرام العطر زائد 3 ملي بولي سوربات. البولي سوربات طبعا غير عن الروز ملك، البولي سوربات يحافظ على يحافظ على عملية أن المنتج يكون ناتشرال، لأن الروز ملك صناعي. هذا ما شاء الله صار صافي، مجرد ما صار صافي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه في زجاجة العطر. طبعا هذه عبارة عن 50 ملي هذا الكحول المعالج بالسيليكون مثل ما تشوفون، هناك تفاعل، خضتين خفاف، وهذا البم، وهذا الله يحفظكم يسعدكم المكبس. وعليكم بالعافية. في نهاية الحلقة اليوم أتمنى لكم كل خير، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وألف شكر على حسن متابعتكم، وحياكم الله. يا أهلا وسهلا.